بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم المدمج الإلكتروني مع بعض في مادة الرياضة المستوى الأول الفصل الدراسي الأول. معاكم الدكتور أحمد كامل، عضو هيئة التدريس في الكلية. المادة سلسة ولذيذة، محدش يقلق منها. هنشوف مكوناتها دلوقتي. المادة فيها 5 موضوعات. أول موضوع عندنا المعادلات، وبدأت بيه علشان هو ده أساس كل اللي جاي. وزي ما هنعرف كمان شوية إن المعادلة دي عبارة عن طرفين وبينهم علامة يساوي، المحددات، المصفوفات، التفاضل، التكامل. أتمنى لكم حظ موفق، وأتمنى لكم سرعة فهم المادة معايا. نشوف مع بعض دلوقتي الموضوع الأولاني من موضوعات المادة. تحياتي ونبدأ.